بما ان احنا برضو بنتحدث، كنا لسه بنتكلم الصبح عن نظرية النصيحة الصباحية، فكرة انك لازم تبتسم الصبح وتضحك وتبعد عن اي طاقة سلبية، وانك انت اما تعود نفسك انك تضحك كل يوم الصبح، انك انت تاخد الطاقة دي ويتفرز عندك هرمونز السعادة. كمان بيقولوا انه في بعض الوجبات مرتبطة بانها بتشتغل على هرمونز السعادة وبتديك طاقة إيجابية. طيب هل الوجبات دي بتزود الوزن؟ طب هل الوجبات دي إيه أنواعها؟ هل هي مرتبطة بإيه بالظبط؟ وهل فعلا في حاجة اسمها أن أنا أكل حاجة وأبقى سعيد بسببها؟ هو أنا عن نفسي يعني هنشوف ده مع الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. صباح الفل على حضرتك. يا صباح الفل يا فندم، وعلى الساده المشاهدين كلهم يا فندم. صباح الفل يا دكتور، هل فعلا في وجبات او فاكهه او اطعمه ممكن تبقى مرتبطه بالسعاده؟ يعني في ناس تقول انا بسعد قوي وانا باكل المانجا، انا بسعد قوي وانا باكل العنب، في ناس تحب مش عارفه تاكل الشوكولاه مثلا، هل ده فعلا ان انا اكل حاجه ممكن تشتغل على هرمونز معينه يا دكتور؟ الحقيقه الدراسات كلها اثبتت الاتي: ايه؟ لو انا بحب اكله معينه طول عمري، خصوصا في الطفوله، لو اكلتها فعلا بتفرز ماده اسمها الدوبامين في مخنا، وبتشعرنا بنوع من اللذه والاستمتاع والسعاده. اوكي. ابحاث تانيه قالت ان بعض انواع الاكل بقى بالذات بتساهم في انتاج ماده الدوبامين وماده السيروتونين في المخ. عيبهم الوجبات دي الحقيقه انها عاليه قوي في الكالوري بتاعتها، يعني مثلا الشوكولاته او ماده الكاكاو من اكثر المواد اللي بتساعد على زياده انتاج الجسم لماده السيروتونين، وده احد الهرمونات او احد المطبوعات العصبيه اللي بتجعلنا سعداء او عندنا نوع من الحماس والطاقه. ولكن طبعا مشكله الشوكولاته انها مليانه كالوريز. طب انهي نوع من الشوكولاته يا دكتور؟ اللي هي الدارك شوكليت، اللي هي ما بتتخنش، اعتقد دارك شوكليت ما بتتخنش، ولا لازم يبقى فيها السكريات؟ يعني هل السكر هو اللي بيلعب على الهرمونز؟ اللي بيلعب على الهرمونات الحقيقه هو ماده الكاكاو نفسها، ولكن طبعا لما ماده الكاكاو تبقى مخلوطه بلبن وسكر ده بيديها لذه اكتر واستمتاع اكتر، ولكن طبعا بتزود الوزن. ولكن اللي خايف على وزنه وبيهتم جدا بصحته، طبعا بننصحه ان الشوكولاته الداكنه او ما يطلق عليها الدارك شوكليت هي بديل جيد يخليني سعيد وفي نفس الوقت ما اتخنش. طيب الدارك شوكليت اللي مش كل الناس بتستطعمها الحقيقه. ده بالنسبه للشوكولاته. انا عندي دلوقتي زميلي محمد عادل زميلنا في الاعداد بيقول انا بحب قوي الحمام، بيبقى سعاده رهيبه وانا باكل حمام. اهو الحمام مش سكريات. بس الحمام مش من الاغذيه اللي اتعملت عليها الدراسات بتاعه السعاده، ولكن عشان انا بحب الحمام هو بيجلب لي انا سعاده. مش اي حد هياكل الحمام هيديله سعاده، لكن الكاكاو بيعمل سعاده. هقول لحضرتك على حاجه جميله كمان. اوكي. الموز من اكثر الاغذيه اللي غنيه بماده التريبتوفان، جدا ده برضه بيزيد السعاده. ولكن عيب الموز برضه ان هو من النوع الفاكهه اللي فيها كالوريز كتير، هو للاسف هي محتاجه شويه توازن. لكن عامه كلما الواحد اكل حاجات بيحبها وحاجات صحيه وفيها العناصر الغذائيه السليمه اللي بتساعد المخ انه يشتغل بطريقه افضل، كلما كانت فرصته في الشعور بالسعاده والنشاط والهمه كلما كانت اكثر. يعني نقدر نقسم الاطعمه نوعين، النوع اللي هو فعلا فيزيكالي بيشتغل على هرمون السعاده لكل الناس، والنوع السايكولوجيكلي اللي هو بيشتغل بشكل نفسي ان انا بدي اشارات ان انا بسعد بهذه الوجبه. بالظبط يا فندم. اوكي. طيب هل فعلا في بقى العكس، وجبات بتكئب الانسان؟ يعني مثلا دايما يقولوا السبانخ يعملوا كده، القلقاس، يعني ليه دايما احنا وحتى بالنسبه للاطفال مرتبط القلقاس والسبانخ والخضار بالحاجات اللي هي كده؟ لكن ده مش دراسات بقى بيولوجيه علميه، ده لها علاقه بقى بصراحه بالمواسم، يعني ناخدها كده. ودائما السبانخ موجوده في الشتاء. طبعا دلوقتي بقت مع الصعوبه والحاجات دي، كل ده اللي انا هقوله مش دقيق 100%. فدائما الشتاء ده بالنسبه للاطفال مدرسه وشغل وواجبات، فدايما اصبحت هذه الاكله زي القلقاس زي السبانخ مرتبطه بيه ان احنا في المدرسه وما بنلعبش ومش في الصيف ومش في الاجازه، ولكن هي كمواد غذائيه الحقيقه السبانخ من اكثر الاغذيه المفيده جدا للجسم. حديد. مليئه بالحديد والفيتامينات والحاجات دي. فمن الناحيه العلميه هي اللي تسبب الاكتئاب، ولكن ارتباطها
في موسم الدراسه والشتاء والشغل والحاجات دي كلها هو اللي خلى الناس تربط بينها وبين الايه؟ يعني فعلا الروابط دي اللي هي العقليه ممكن تؤثر على نفسيه الانسان، ان مثلا مودي مرتبط بالمكان ده بكآبه، مودي مرتبط بالوجبه دي او بالشخص ده، فعلا ممكن ينعكس عليا باكتئاب او بسعاده لو العكس. ده مش ممكن، ده بجد، ده حقيقه فعلا فعلا بتؤثر على الحاله المزاجيه جدا. لو انا كنت وانا باكل السبانخ مريت بتجارب مؤلمه في حياتي، فدائما كل ما هشم ريحه السبانخ مزاجي هيبقى معتل او مزاجي مش كويس. العكس صحيح، لو انا وانا باكل السبانخ كان مريت بتجارب ايجابيه جدا، يعني مثلا والدتي كانت بتغني لي، والدتي كانت حضناني، هترتبط السبانخ بالسعاده. ودائما لما هبقى وانا كبير حتى بشوف السبانخ لكنها بتطلع كده جوه مخي التجربه من جديد، السعاده اللي انا حسيت بيها وانا صغير، التجربه الايجابيه اللي انا مريت بيها. يعني تنصح حضرتك ان الامهات تستخدم مع اطفالها يعني هنقول وسائل جذابه زي الغنى والضحك واللعب طبعا، وهو بياكله الوجبات اللي هي ممكن ما تبقاش يعني طعمها مسكري مش قوي؟ ده حقيقه. لو انا حولت هذه الوجبه الى تجربه ايجابيه وتجربه سعيده يشعر فيها الطفل بالفرحه ويشعر فيها بالامان والعاطفه وارتباطه بالام، هتتحول هذه الوجبات اللي هو معظم الاطفال بيرفضوها الى وجبه هذا الطفل بيحبها جدا جدا كمان. والابحاث اثبتت انه لما يكبر هيفضل يحبها. فدي نصيحه للامهات بقى. انا بشكر حضرتك كتير جدا الدكتور هشام رامي استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. طبعا أكد لنا الدكتور هشام أنه الوجبات مرتبطة أو الأطعمة أو فاكهة أو أيا كان أنت بتحب وجبة معينة، في حاجات يعني مرتبطة فعلا as a biology أنه بتلعب على هرمون السعادة زي الشوكليت والحاجات اللي هي الكاكاو، في حاجات بقى أنت بتبقى رابطها بخيالك بمواقف حاجات سيكولوجية كده بتقول لا أنا بحب الوجبة دي، ممكن تكون مثلا وجبة أنت مرتبط بيها مثلا بلمة معينة بقعدة معينة مع باباك أو مامتك أو صديقك أو صاحبتك زمان أو خطيبك أو، فبتحس إنه إيه ده الله، إحنا كنا بناكل الأكلة دي مع بعض فعايزين نسترجع الذكريات. ففعلا الأكل هو الأكل متعة، يعني تعالوا نتفق إنه الأكل متعة حلوة ونعمة من عند ربنا، بس دايما بنقول إنه نقنن منها، لأنه للأسف إنه لما بنزود قوي بقى الأكل والناس اللي بتقعد بقى تزودها بزيادة وتجيب بقى الحلويات والمش عارفة ايه وتاكل، طب ما هو بعد كده الدهون دي هتتقلب عليك بالاكتئاب والمرض والحالة المزاجية اللي مش حلوة، لأن الدهون مرتبطة بحاجة زي كده انها يعني بتكئب الإنسان، الرشاقة برضو بتسعد الإنسان. فالحقيقة كانت نصيحة حلوة قوي من دكتور هشام رامي.